السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كل سكن بخير وعلى خير. عصا الدهن نسكر يا نشريط مصبار يا الفيديو مثري سوا لا يسوا الف تيسير يسوا الف مدن اللي وريد تخلصنا حتى يسير مثلا الشهر الخلصيد اللي يزرين سقاسي العام اللي يزرين نسوا غير من الثاني ارسد اما وانت حضيري اتور سيد نزري الفلوس من نشكم ني الخلصيد سقاسي العام اللي يزرين تحضيري الله كشم العام دور صرز تخلصنا رز تخلصنا خطر اللي جوش كان اذا مثلا نكيل داروا الدري وريد تخلص اذا ما يقال المشكله المدرسه غلا المدير راه كيتيني سير سكر الشكايه غير المدير ورسولي التكليف الخيره. اذا كفان الخيره هي الصندوق اسمها سي دي جي صندوق الايداع وتدبير للاحتياط. اذا ما راه نسكر اذا اللي تسمقوا المغرب اللي يسكش معها تينا وفلا تيسير بوان سي دي جي بروفيونس بوان ام ا. اذا غادي قال الموقع تكشم اذا نشرح الطلب من غير رقم البطاقه الوطنيه كلمه السر من يرى النفغوي رقم البطاقه الوطنيه سي لا دار كيكيات على كارت منك كلمه السر من يرى ستنف سكشمت القينا راني كنت في ماني كنسجل حتى يسير خطوات تسجل في تيسير يا كل تبع الخطوات انت راه داك نصيف كلمه السر س التليفون. اذا انا نسكم رقم البطاقه الوطنيه اوفلا ثم يزدر نسكر كلمه السر. اذا هيا نكشم صغير نكشم حياه زرت قبل غير تسجلت قلت المعلومات وتنسكتيب يعني تسجلت. اذا ما نسكر نكشمت الشكايات اذا كنين راه نسكر الشكايات يعني نسكر الشكايات راك التنين يسرت زايزت الشكايه الجديد يعني سرت تبعت كرن الشكايه اشكو هادي وربي غير نكمل الشكايات صباح ولا نافاز نيت زريات سيمانه ثلاث ايام على حساب نقصت الكاس ولكن ولا تسول تسكر اضافه شكايه راه تسكر غير تتبع الشكايات باش تسند الشكايه ما الجواب انت ما مسكن ما خصها تدوز ما يقال المشكل الديسك قيد الاستاذ يستغيب تفرغت منك ولا الا المشكل على الوراق. المهم راه نسكر اضافه شكايه اذا يعني نسكر اضافه الشكايه غير البرنامج اذا الا درنا غير وين تيسير الخدمات اذا تسجل كني راه نسكر تتبع الدفع يعني الفلوس ثم اختيار القيمة غير لنزل حاجة يتسين يعاقد وركش من الفلوس راه تسكر تدوف لا اختديز الدار يعاقد كش من الفلوس نقصن الفلوس هذا غير كليس الناس يشرح الفيديو يعني اللي لقيت مش كاستخلص مثلا الدري التحضيري الثاني 60 درهم تال الرابع 80 درهم الخامس 600 درهم واللي اعدادي 7 8 9 لقيت 120 درهم. اذا لم اتوصل اذا من السنه اذا اختار لي سنين اذا رقم الدفعه اختيار القيمه واختار لي زوارني التسنات التسكرات كي هو المدفع الخيره دي قال الاول ثم هنا رقيت سكرت رقم المسار ما كان رقم المسار رقم المسار هو اللي عرض خلصت مثلا اللي داك اللي كرهيه والدري كدار كده طيب تسكرت يعدرك اللانسين هاد السنه متى هو النهار تخلصت تسكرت غير اذا غير رقيت سكرت غير رقم المسار ديال السيد ولا درت ديال المشكل وريد تخلص اذا خصك تكون الخاطر كنا تقدم رقم المسار قلت لي لك الخطا ثم رانسكر تابع اذا حالات الشكايه اذا هنا حالات الشكايه تتلغي ترى عايز دار نغيرها اذا هاتين انا في طور المصادقات رقم الشكايه 26090 في طور المصادقات تاريخ الشكايه برنامج اجتماعي تيسير اذا اختزي كان الطريقه ما نكرت سكرت غيلا من بعد مثلا زريان 3 ايام غير كلساوني حتى حتى كتكشم الموقع اذا ندح نكشم في سناتك يعني كشم الشكايات ردح نسكر الشكايات ورسول لقيت نسكر اضافه شكايه نسكر تتبع الشكايات اذا نسكر تتبع الشكايات تيرا ست تفصل دار كيزيد دار هادي
اذا في طور المصدقه انتني غير هذا لكن نين لكن نين ما يجي المشكل. اذا الطريقه اللي رانا نعتمد باش نسن ما يجي المشكل يعاون تخليص الدري. اذا نتمنى لكم السوسم الخيره وإلى شريط مصور آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.